بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا حبايبنا الله يعطيكم العافية. This is the last video. هذا آخر فيديو إن شاء الله متعلق في منهاجنا للفصل الثاني. هذا الفيديو ما في فكرة جديدة، هو عبارة عن مراجعة سريعة لقاعدة comparisons of adjectives and adverbs و how to answer their questions، يعني كيف نجاوب الأسئلة بناء على إيش اعتمدنا أثناء إجابة الأسئلة. لكن قبل ما أحكي أنا في المراجعة، في نقطة بس شوي هيك بدي إياكم تركزوا عليها، اللي هي إنه أثناء حلك لأي قاعدة اعتمد على القاعدة، يعني لا تحل من راسك، اعتمد على القاعدة، احفظ القاعدة. كثير كانت تجيني أخطاء من طلاب أثناء حلهم، إنه صدقا يمكن الفيديو كله مش متطلع عليه، أو يدوب ماخذ نظرة سريعة، أو يعني حتى لا ورقة عمل ولا الكتاب ولا أي إشي، وبده جوابه يطلع صح، وهذا الحكي ما بزبط. اللانجوج كسبوكين لانجوج إشي، وكالأكاديميك أو الأكاديميك لانجوج إشي ثاني. اللغة الرسمية الفورمال بس يكون فيها قواعد، بدك تمشي حسب القاعدة، ما بزبط حل من راسك. وإحنا حكينا لكم إنه أي إشي بتخربط فيه في القاعدة يعني you will take zero. عشان هيك هاي الفيديوهات ما انعملت عبث، هاي عشان انه في افكار لازم تترسخ عندك في ذهنك. ما بدي اطول عليكم الفكرة، متوقع اللي بحكي فيه صحيح وواقع وكلكم فاهمينه، بس انا حبيت اذكركم فيه. بالنسبة للcomparisons، هذا الفيديو او هاي القاعدة هي القاعدة الوحيدة اللي ما انعمل عليها فيديو مراجعة، ما دون ذلك كل المادة من قبل انعمل عليها بدل المراجعة مراجعتين وثلاث، واوراق عمل مراجعة غير أوراق العمل الرئيسية وغير النقاش على المجموعات وإلى آخره. وإن شاء الله تكونوا وصلت أو تكونوا فاهمين وتكون المعلومات كاملة وصلتكم، إن شاء الله ما نكون قصرنا مع حدا فيكم. بالإضافة بدي أنبهكم على شغلة صغيرة، يعني الفترة الماضية أنتم كنتوا كثير رائعين، وفي كثير كانت يعني مشاركات حلوة، وفي كثير ناس أبدعت في المشاركة وفي النقاش وفي الأسئلة وإلى آخره وفي حلول والالتزام. بضل عليكم ثلاث شغلات بس انتبهوا لها الايام هاي، مطلوب منكم البروجكت، اشتغلوا عشان نوثق علامتكم الشهر الثالث. في عندكم السبت الجاي امتحان الفاينل ليسنينج اكزام، وصلكم التراكات كلها وتدربوا عليها، وراح يجيكم ان شاء الله عليها 10 اسئله. بضل بعديها الامتحان اللي هو الفاينل اكزام، امتحان نهائي. وامتحان نهائي فكرته ما راح تكون جديده، هي نفس مواد الاونلاين اللي انشرحت لكم، بالاضافه اللهم يعني راح تكون بس اخر صفحه او صفحتين هم اللي ما دخلوا في امتحان الشهر الثاني. وهاي واحدة من الشغلات اللي ما دخلت في امتحان الشهر الثاني اللي هو قاعده الكومباريسون. وهين اليوم كمان رغم ان شرحناها واعطينا عليها ورقه عمل وناقشناها، برضو اليوم كمان بدنا نرجع نشرحها ان شاء الله بشكل سريع. بدنا نحكي عن هاي القاعده. بدنا نتذكر انه الادجكتيفز الصفات هم عبارة عن ثلاث انواع، short, long و irregular. Why do we call them this؟ يعني ليش سميناهم هيك؟ according to their syllables، يعني حسب المقاطع الصوتية. المقطع الصوتي بتكون مقطع صوتي واحد بنحكي انه هاي short، اكثر من مقطع صوتي بنحكي انه هاي long. اللي هي بس اجي اقارن تتحول في المقارن between two or more، بتغير شكلها كامل زي good, better او the best او that's why we call it irregular، عشان هيك سميناها irregular. تمام، يعني تعال هون ارجع. hot هي مقطع صوتي واحد. beautiful هي طلع ثلاث مقاطع صوتية. طبعا كيف نعرف؟ من خلال اللفظ، ما إلها قاعدة محددة. تمام، هذا في البداية كان بدي اياك تعرفه. بعدين هون حكينا على انه انواع المقارنات، مقارنة انه اثنين زي بعض، تمام، باستخدام as، والامثلة اللي كانت واضحة امامك كلها بنقدر نحكي انه اثنين زي بعض سواء بالصفة او بالظرف، سواء بالصفة او بالظرف. وهي في عندك امثلة موضحة لهذا الامور كلها، او انه بنحكي انه اثنين مو نفس بعض بهاي الصفة، يعني زي هون عادل is not as thin as his friend، يعني هو وصديقه مش نفس بعض بالضعف، يعني انه عادل انصح لانه مش زيه بالضعف، يعني هو انصح. اوكي، كانت هاي الاول طريقه مقارنه. بعدين انتقلنا لطريقه ثانيه اللي هي between two or more than two، سواء الشورت adjectives او اللونج adjectives، سواء الشورت او اللونج. حكينا انه شو بدنا نستخدم هون، is am are short adjectives add er زائد than، يعني هاي العناصر مهمه.
انا بس اجي احكي انه في عندي مثلا زي هون مثال هذا احمد is bigger than ابراهيم. انا بدي اركز هون انه في عندي is لازم الفيرب بي قبل تمام، والفعل او عفوا الصفه احط لها الاي ار ولازم احط الذان. الان اي نقص في عناصر هاي التركيبه تعد القاعده كلها خطا، تعد القاعده كلها خطا ما بزبط معي تمام. يعني انا بدي اوريك مثلا مثال، خليني بس انتقل لللونج ادجكتيفز واوريك كيف من خلال الاسئله. الان اللونج ادجكتيفز نفس الشيء لازم يطلع معك احد افعال البي المور والادجكتيفز كمان ذان تمام. اي نقص في هاي الافكار بكون خاطئ. طبعا هون نبهنا على بعض الشغلات اللي هي اضافة اي ار للفعل، ومرات نضطر نشطب الواي ونحط بدالها اي اي ار اذا كانت الصفة منتهية بسي في سي اللي هي consonant vowel consonant، نعمل double the last consonant يعني بنخليه مضاعف تمام. بدي بس احكي لك شغله بالنسبه ما يتعلق في يعني هاي ورقه العمل معانا اخذناها قبل فتره واعطيتكم الاجابات النموذجيه. بدي احكي لك مثلا اول واحده ليش انه cheaper هي الحل. هسه انا بحكي عن jeans are فراغ than socks اوكي. انا عم بقارن شيء بشيء. هسه في ناس قاعد بقول لي طب استاذ هون جمع وهون جمع تمام، لكن هون انا بعتبرها هاي مجموعه ضد مجموعه يعني واحد لواحد اوكي. هي الفكرة اما واحد لواحد او واحد على اكثر من اشي. يعني لو كنت عندي جينز وهون كان عندي ساكس وعندي كان other materials يعني عندي شغلات ثانية جاكيتس بغض النظر ايش الشغلات الثانية، باجي بقول the cheapest مثلا اوكي. لكن هون انا بقارن اشي باشي اللي هم عندي الجينز والساكس عندي تو. فبما انه عندي تو انا بتذكر القاعدة. شو القاعدة بتحكي لي؟ واحد لواحد. عم بتذكر انه لازم يطلع اهم اشي معاي ذان وقبلها افعال البي. باجي بتطلع هل هم حاطين لي اياها هاي ار وهي ذان، اذا شروط القاعده عندي جاهزه. الان شو ضل عندي؟ عندي cheap expensive و more expensive. باجي بسال jeans are more expensive than socks او cheaper او expensive. طيب الان هون عندي شغلتين بزبطوا. طبعا ليش ال expensive ما بتزبط عندي؟ لانه ال expensive هون long adjective، بمعنى long adjective محتاج الى more تمام. شو بضل عندي المنطقيات هون؟ cheaper او more expensive. هسه بصراحة انا بس جاوبت cheaper اوكي، لان انا معتبر انه هم اقل يعني اقل تكلفة او ارخص. طب في ناس مثلا معتبر انه هاي اكثر تكلفة او يعني اعلى، ما عندي مشكلة اذا صفت الامور انت على حسب انت شو شايف الجملة بخلال معناها ما عندي مشكلة. لكن سؤال زي هذا عمدا يعني جبنا عشان بس نبين لك فكرة انه ممكن اتباع هيك او هيك بغض النظر عن معنى الجملة. يعني يعني في ناس اصلا جاوبوا لي هاي انا قبلتها، وفي ناس جاوبوا لي هاي انا قبلتها بناء على القاعدة وحسب المعنى الثنتين مقبولات. لكن هاي كانت بالنسبة لي هي completely wrong، يعني هاي هي كانت الخطأ الكبير. طبعا أستاذ زي هيك أكيد ما بيجيك في العادة، يعني أنه إشي يكون حسب أنت شو بتعتقد أو شو بتفكر بشكل عام. دائما السؤال بكون أوضح عشان ما يكون في هناك احتمالية أكثر من إجابة تمام. Look at the second one. طب خلينا نطلع على الثاني. That house is the most elegant. Elegant ولا elegant most؟ طبعا elegant most اكيد مش فيش اشي بيجي دائما الموست لازم تيجي قبلها، فهي اكيد خاطئة. elegant تمام. هسا انا عندي elegant. elegant لو بدي احطها هون، طب انا بدي اسلوب المقارنة، يا بحط لها ER يا most. طب هو اصلا هو مش حط لي الER، حط لي الموست، والER اصلا بزبطش لانه هي مش short adjective. فthat's why we chose this one. طبعا هذا الحكي متعلق في شرح قاعدة long adjectives بمقارنة بين صفتين تمام او بين شيئين. هسا بعد هيك طبعا هاي كانت من ضمن الشغلات اللي اعطيتكم اياها، انه اتذكر كيف منضيف ال ER او انه كيف منحذف ال Y، كيف مندبل اخر حرف منضاعفه. هون اذا كان عندي more than two يعني بقارن واحد على كل،
أنا بس هون قارنت أحمد في الكلاس، الكلاس مقصود فيه هون عدد الطلاب، يعني عنده أكثر من مجموعة أو أكثر من واحد، فبس أقول أحمد is the tallest in the class. طبيعي لازم أحافظ على the. كيف بالقاعدة الماضية في عندي than موجودة بين اثنين، هون إذا بقارن واحد على كل لازم يطلع معي the، سواء الصفة قصيرة أو الصفة طويلة. تمام؟ إذا أحمد is the tallest in the class. I am the fastest in the team. عم بقارن حاله في التيم، والمقصود في كلمة تيم يعني هون عدد اللعيبة أو الناس الموجودة في هذا الفريق. تمام؟ نفس الإشي هون إذا كانت صفة طويلة the، لاحظ إنه the موجودة بجميع الجهات. إذا دائما أنت حلق قرر في البداية هل هي واحد على واحد ولا واحد على كل. إذا واحد على واحد لازم يكون معي than، إذا واحد على كل لازم يطلع معي ذا. شو بضل بالأخير؟ أحفظ إنه في عندي EST أو most بناء على إن الصفة إما short أو long adjective. تمام؟ طيب بعد هيك حكينا عن بعض الصفات الريجولر، هذول موجودات معك في الكتاب يجب حفظهم. little هاي صفة بس أقارن بين اثنين بتصير less than. نعم، بما انه comparative، بما انه بقارن بين اثنين، يعني هاي المجموعة كلها بنضيف لها ايش؟ than. اذا less than او the least، لاحظ برضو هاي المجموعة كلها فيها the. الثانية more than، better than، worse than، farther than. تمام؟ لاحظ المجموعة الاخيرة كلها معها the. the least، the most، the best الى اخره. تمام؟ بعد هيك يعني طلبنا منكم نروح على الورك شيت، والورك شيت هي بين ايدينا وحلناها واعطيناك الحلول تاعتها. انا بس بدي انصحك نصيحه بالنسبه ما يتعلق في اجابه هذا النوع من الاسئله، يعني هسه حاليا في امتحان ان شاء الله الفاينل، اكيد راح يجيك السؤال عليها choose the correct answer، يعني multiple choice، يعني عندك خيارات متعدده. انت باختصار مشان ما تتسرع، اول اشي كيف بتحل؟ يعني مثلا نيجي على رقم نمبر 6، My sister with her writing than me. أول إشي بتقرأ الجملة كاملة. طلع بقرأ الجملة كاملة. هسا هون بينت معاي الجملة إنها هي مقارنة بين اثنين، مقارنة بين اثنين لأنه عندي كلمة than. صح كلامي؟ خلص بغض النظر عن معناها، بينت معاي إنه من خلال كلمة than أنا هون قاعد بقارن بين اثنين. طيب باجي بتذكر شو قاعدة than؟ هيك باجي بسأل، باجي بقول بدي الفعل بي. تمام؟ وبعدين بدي الادجكتيف بغض النظر هي شورت ولا لونج. تمام؟ بعدين بدي ذان. الان بحكي ذان هي موجوده، اذا هاي حليناها. شو بضل عندي ادور على بي والادجكتيف؟ هسه البي واحد من افعال البي بده يكون قبل الصفه اكيد. هل موجود مع سيستر؟ لا. اذا بتطلع بالخيارات، موجود هون اذا هذا الخيار بقبله بخليه، موجود هون لا، موجود هون طبعا موجود هيو. اذا مبدئيا انا طلعت هذا الخيار اوت، هذا الخيار انا ما بدي اياه. تمام؟ ضل عندي خيارين، ضل عندي هاد وهاد، عندي خيارين. الان بسال حالي شو الصفه اللي معطيني اياها؟ كيرفول كيرفول كيرفول، يعني طلع هون السهوله، السهوله يعني كثير واضحه انه اصلا هون معطيني كلمه كيرفول بالحالتين خطا، وهون كمان معطيني اياها مور قبل، ومستحيل تيجي قبل الفعل بي، فاذا برجع بستثني هذا وباجي بقول انه هذا هو الجواب الصح. طب طلع لي على اللي بعده، This book is not the last one. اذا هون بتطلع عندي الخيارات معطيني قاعده الاز از، باجي بقول هاي القاعده. طبعا انت مش كل مره بدك تعمل هيك، انت هذا الحكي بده يكون اوريدي موجود في يعني inside your mind، موجود في بالك وفي عقلك وفي راسك directly، يعني مباشرة أول ما تشوف هذا الحكي كله بده يكون يطلع معك مرة واحدة، بس ما بتقدر توصل لهذه المرحلة إلا بعد التدريب. تمام؟ بده يكون عندي be و as و adjective و as. أوكي؟ هاي هي شكل القاعدة. طبعا هاي واحدة من القواعد، من هذا شكل، وفي شكل ثاني مع النت. هسا هو شو معطيني؟ بطلع البي موجودة هيها، هاي الفعل بي اللي هو الإز. نوت إذا هاي من قاعدة نوت، أنت ما عندي مشكلة، إذا هاي هي من قاعدة نوت أز أدجكتيف أز. الآن باجي بقول أز، مين اللي فيها أز؟ هاي فيها، هاي ما فيها، إذا فورا بشطبها. هاي حذف، هاي فيها، نعم موجودة. بعدين بدي الأدجكتيف. هون موجودة أدجكتيف، وهون موجودة أدجكتيف. بعدين بتطلع، هون بدها أز.
هون بدها از، هون ما في از، بس انتبه باجي بتطلع بعد الفراغ هل موجود الاز؟ ما هو يمكن يكون هذا الجواب الصح. كيف بده يكون هذا الجواب الصح؟ اذا بعمل هيك، هيك بتصير ببطل هذا هو الجواب الصح، بصير هذا هو الجواب الصح. ليش؟ لانه مستحيل يجي as exciting as as ورا بعض، فهمت كيف؟ فبدك بعينك الله تنتبه شوي شوي وتركز وما تتسرع وما تغلط نفس الغلط اللي صار معك في الامتحان الثاني. انا عمدا جبت سؤال خلينا نسميه تريكي، بيعتمد على انه الطالب يركز وهو بحل، يقرا منيح منيح هيك ويتروى. يعني اتركك من موضوع انك انت يعني to be in rush always، دائما مستعجل مستعجل، روق وهدي حالك وان شاء الله امورك تمام. اخر مثال بس ما راح اطول عليكم اكثر من هيك، I am as good in math او سوري عم نقرا الجمله، I am in science. طبعا هسه هاي الجمله بصراحه مش مبينه اشي شو اللي بدها اياه، بتطلع بما انه قاعد بتطلع من خيارات معطيني الاز، اذا بتذكر القاعده هاي، هاي القاعدة بتدور عليها بهاي الجمل. في عندي أول إشي am يعني عندي إيش؟ فعل be. الآن اللي بدور عليه إما not as أو as. هون شو معطيني؟ as صح، not as صح، as not غلط. طلع هون في إشي اسمه as not غلط، إذا هاي فورا بستثنيها من الخيارات. شو بضل عندي؟ خيارين. باجي بقول as not as اللي هي be not as adjective as، باجي بتطلع هون as good in math تمام، as not good in math as. طيب بتطلع على الجهة الثانية هون ما عندي as، بما انه ما عندي بده تكون هاي هي الجواب. طب لو كانت موجودة ممكن تكون هي الصح حسب طبعا معنى الجملة. اوكي، اذا ما تكتفي فقط في أخذك للجواب، كمان take a look يعني خذ لك نظرة ثانية على الجملة، تأكد أنه ما تكون أصلا مذكورة. يعني otherwise بتوقع أنه كله إن شاء الله كان سهل وواضح وما في أي مشكلة طالما عم نشتغل على نفس الفكرة. يعني هون مثلا مثلا طلعها your house runs sorry your horse runs faster than Jim's horse. هسا هون أنا حط لك than، طب الثانية لاحظ عم بقارن بين اثنين لكن ما كنت حاط لك ذان، قال والله يا استاذ اذا مش حاط لي ذان خلص انا مسامحك فيها. ما بزبط، انا عمدا ما حطيت لك اياه عشان انت تحطه. يعني انت هون عندك مهمتين، بدك تعرف انه جود بس اقارن بين اثنين تصريفها بيتر، ومش بس هيك بما انك عم بتقارن بين اثنين بدك ترجع لشكل القاعده. شكل القاعده هو عباره عن بي والادجكتيف تمام مع الـ ER مع ذان. هاي في الحالة العادية، الـ regular هون بتغير معاك، وهون هذول الثنتين زي good بدها تصير معاي better. إذا شكل القاعدة be better than، بتطلع this exam is هي الـ be better، أنا مش حاط لك ذان إذا أنت بدك تحطها. وصلت؟ هاي هي الطريقة. في كمان شغلة هون أنا بتذكرها ما كنتش حاط لك الـ as هون، ماهر is as fat as سلمى. بما اني حاط لك الاز مش انا بكون ناسيها خطا مطبعي، لا معناها انت بدك تكملها. وصلت كيف؟ يعني ممكن اكون اوريدي انا حاط لك اياها في جمله ثانيه، اذا انا حاط لك اياها في جمله يعني في القسم الثاني من الجمله ما في مشكله، خلص بكون انا حاط لك اياها. طلع هون cats are not as intelligent as dogs. هسا هون انا حاط لك اياها، فيش داعي ترجع تكتبها. بتمنى انك تكون امور واضحه. ليش انا بصراحه يعني انا زي ما بيقولوها حبيت اضرب اكثر من عصفور بحجر واحد، انا هاي الدرس تحديدا حبيت ارجع اراجع واحكي فيه، وبدي احكي في نقطه كثير مهمه اللي هي انه يعني many students based on their own ideas، يعني بس يعني هيك بيعتمد على افكاره لحاله regardless the grammar rules، يعني بعيد عن القاعده. انا معك اذا انت بدك تحكي عن موضوع السبوكن لانجويج والشغلات هاي كلها انا معك فيها، بس انت هسه بتمتحن قاعد في قواعد فبدك تلتزم بالقواعد. Any mistake means zero. أنا هيني بحكي أي خطأ يعني صفر، وخاصة في أسئلة المالتيبل تشويز ما فيها مجال نص علامة، يا صح يا غلط. That was everything. أنا هذا كان بدي إياه منكم اليوم. بتمنى تكون إن شاء الله استمتعتوا معانا بالفترة الماضية كلياتها. بتمنى أنكم استفدتوا، وسامحونا على أي يعني تقصير أو أخطاء صدرت منا. يعني احنا we try to did our best actually، يعني بصراحة كل واحد فينا حاول يقدم افضل مجهود عنده.
إن شاء الله نراكم في أقرب فرصة، وربي يحميك ويحمي بلدنا ويحمي الجميع يا الله. و be prepared well for the upcoming period and see you next time. يعطيكم العافية.